عيد استقلال سعيد. يسعدوني كسفير جديد للولايات المتحدة بتونس أن أقف بينكم وأشارككم بكل اعتزاز احتفالاتكم بعيد الاستقلال. تجمعنا بتونس قيم جليلة وأهداف عظيمة، ومنها انتقال بلدنا من قيد الاستعمار إلى مجد الاستقلال. كانت الولايات المتحدة أول دولة كبرى تعترف باستقلال تونس سنة 56، ولا نزال قبل ذلك التاريخ وبعده ملتزمين بروابط الصداقة بيننا. تحيي الولايات المتحدة جهودكم المتواصلة لتكون تونس أشد مناعة وأكثر رخاء. جميع أصدقائكم بالسفارة الأمريكية يتقدمون إليكم بأصدق التهاني بمرور 63 سنة على استقلالكم.